أعلن وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين عن استحداث 48,000 وظيفة جديدة في السوق المحلي الأردني خلال النصف الثاني من عام 2023. أشير هنا إلى أنه يوم أمس تم إصدار المسح نصف السنوي عن دائرة الإحصاءات العامة، مسح فرص العمل المستحدثة في المملكة للنصف الثاني من عام 2023. أشار المسح إلى أن صافي الوظائف المستحدثة في سوق العمل الأردني 48,000 فرصة عمل و779 فرصة، بزيادة خلال النصف الثاني من عام 2023 مقدارها 2216 فرصة عمل. طبعا هذه الزيادة كانت متحققة في نتيجة لإجراءات واضحة قامت بها الحكومة. هناك أيضا نتائج تحدثت عن زيادة في نسبة الذكور، أغلب النسب كانت 64% من مجموع فرص العمل المستحدثة لدى الذكور، و17 ألف بمعنى بقياس 17,540 فرصة عمل. أيضا الوظائف المستحدثة للإناث ارتفعت بنسبة 5,333 فرصة عمل بشكل عام. ورغم أن هذه الأرقام تحمل بريق التفاؤل إلى أن شوارع الأردن وأحاديث مواطنيه تنبض بواقع قد لا يعكس هذه الوعود، حيث يتجلى صراع مرير بين الآمال المتجددة والحقائق القاسية لسوق عمل يواجه تحديات مستمرة، فهل كانت هذه الوظائف طوق نجاة لمن يبحثون عن فرص حقيقية؟ أم أنها مجرد أرقام تضيع في زحام الواقع؟ أنا بيجي ناس كثير هم دم يشتغلوا، جامعيين حتى يطلبوا للشغل، والله ما الوضع سيء، يعني ما في شغل، من مرة ما في شغل، فالله يفرجها يا رب. يعني الأوضاع اللي بتصير يعني الله يعلم بالحال، يفرجها على الجميع يا رب. واللي ما بدي أكمل لأنه عارف شو اللي راح يصير، يعني شو الراتب اللي راح ياخده، فبيحكي لي بدي أسافر، بده يهاجر، بيطلع برا البلد. ولا سوت إشي لا الحكومة ولا النواب ولا حدا بيعمل إشي للمواطن. وسلامتك والعافية، وإحنا كلنا ماكلين هواء والله يكون في العون. فيش الوضع سيء جدا وحرام، يعني الشاب استوى على آخر، كيف لو قدام إيش راح يصير، وإيش راح يصير في البلاد اللي راح تيجي كمان، يعني كثير راح يعني الوضع بيقول لك راح يجي أسوأ، مش راح يجي أصلا أفضل. في ركود كتير كتير في البلد، يعني أنا ما لاحظت أي تغيير بالمرة، خاصة بعد حرب غزة، يعني كمان ما في أبدا شغل للشباب ولا للمحلات التجارية، فركود مش طبيعي ولا أي تغيير. على الرغم من تفاؤل الحكومة بهذه الأرقام واعتبارها مؤشرا إيجابيا على تحسن سوق العمل، إلا أن ردود الأفعال الشعبية كشفت عن وجود فجوة كبيرة بين التوقعات والواقع، فقد أعرب غالبية المواطنين الذين تم استطلاع آرائهم عن عدم شعورهم بزيادة فعلية في فرص العمل المتاحة، بل أن البعض منهم أشار إلى أن الوظائف المتاحة غالبا ما تكون برواتب متدنية لا تتناسب مع تكلفة المعيشة المرتفعة في المملكة. والله إحنا لا شايفين 50,000 وظيفة ولا شيء، كله بقطاعات خاص، يعني كثير شباب مقدمين على قطاع حكومي ما اشتغل. هسه بالقطاع الخاص يعني بتلاقي وظائف بس مش كثير، يعني كمان حتى رواتب دنيئة، يعني ساعات عمل كثيرة بالمقابل أجور بسيطة، ما بتغطي مواصلات، ما بتغطي مصاريف أكل، ما بتغطي، يعني بصف الوضع المعيشة صعب. بعرف إنه المهندسين كثار وفي الشغل إلا ما يكون عندك واسطة وبس. يعني الصراحة بطلع على التخصصات اللي فيها ما فيها ركود عشان أقدر أشتغل، يعني وأشوف مجال العمل الموجودة للمستقبل. الوضع الاقتصادي ما بسمح لك، يعني مش كل بيطلع له إنه يجسر وكل يعني يكمل جامعة، ما أظن يعني إنه في تساوي فرص العمل. ممكن في وظائف زي ما أنت حكيت بس رواتب قليلة ما بروح لأنه مش راح تكفي، أو ممكن دوام طويل 9 ساعات 10 ساعات أو 12 ساعة براتب قليل، فالشاب نفسه ما راح تزبط معه كمواصلات كمصروف خلال الشهر كالتزامات إيجار بيت وكذا، فممكن في فرص عمل بس رواتب قليل. هذا إذا في فرص عمل برواتب كويسة فما راح تلاقي بطالة، فكلها راح تشتغل، فإذا لازم فرص العمل تكون مربوطة مع الرواتب العالية. ليش الشباب بتفكر بالهجرة؟ لأنه غاد رواتب عالية، هم هذا اللي بفكروا فيه، بس انت عامل هون نفس الرواتب اللي برا
ما حدا راح يسافر ولا حدا راح يهاجر، كلها راح تضل هون، بس ارفع الرواتب. بيشتغل بس عشان يروح على الشغل للاسف، يعني ما في اي خلينا نحكي عائد مادي له بالنسبه له، فيعني شغل من قلته احكي لك اياه بصراحه يعني. فيا ريت الحكومه تنظر لنا او لهالشباب بعين احسن من هيك، اللي يعني يقدروا يقفوا على اجرهم هالشباب، لانه حرام هيك عن جد حرام. لازم يرضى بالموجود عم ما تحصل على الوظيفه والشهاده اللي ماشي اللي انت متخرج منها، اما انك تحصل على وظيفه من اول يوم تخرج او من اول ما تبلش في حياتك العمليه صعب. بدها يكون واحد جد مجتهد يرضى باي شيء يعني عم ما يحصل على الوظيفه المطلوبه له. يعني بتابع انا السوشيال ميديا بس قليل يعني، الا الشهادات اللي معهم شهادات المتخرجين، يعني انا ما اي شهادات ولا. بالنسبة للفرص عمل فش من مرة، يعني إذا في فرص عمل رواتب قليلة، يعني أقل أقصى حد راتب 260 ل 300 بالضبط، طيب شو نسوي نظر؟ إن الأرقام التي قدمتها دائرة الإحصاءات العامة بشأن الوظائف المستحدثة قد تعكس جانبا إيجابيا من الحراك في سوق العمل الأردنية، إلا أنها تبقى قاصرة عن تلبية طموحات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة. راشد المعايطة، الحقيقة الدولية.